هذا البرنامج برعاية QNB. أسعدتم أوقاتا. مؤشر مديري المشتريات القطري ينخفض في يناير الماضي إلى 48.6 نقطة، يبقى دون مستوى 50 نقطة وهي نقطة التعادل في هذا المؤشر، وذلك بضغط أساسي من تراجع مواعيد التسليم وهبوط الطلبات الجديدة. القاعدة النقدية المعرفة في النقود الاحتياطية تنخفض ب 1% الشهر الماضي إلى 75 مليار و600 مليون ريال قطري، بينما ترتفع ب 5% على أساس شهري. وزارة التجارة والصناعة تطلق مبادرة أرض وقرض صناعي، وذلك لدعم رواد الأعمال في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. الخسائر المتراكمة لشركة السلام العالمية تصل إلى نحو 48% من رأس المال بالغ مليار و140 مليون ريال قطري، وذلك بضغط من تراجع خسائر الشركة تقريبا 10% من رأس المال في الربع الأخير من العام الماضي، وأرباح شركة أريدو نسبة نمو 10% بدعم من تغيير معيار محاسبي وتراجع المصروفات، على الرغم أنه رواتب الموظفين ما تزال تسجل 3 مليار و200 مليون ريال قطري، ومصاريف الماركتينج أو التسويق والدعاية والإعلام ما تزال عند 870 مليون ريال قطري. عمومية مزايا قطر للتطوير العقاري تصادق على ترحيل الأرباح وشراء أسهم خزينة للشركة، وانخفاض مبيعات الكهرباء والماء بنسبة 7% بمتوسط العام الماضي تضغط على إيرادات ونتائج أعمال شركة الكهرباء والماء التي زادت فيها استهلاك فاتورة الغاز لتوليد الطاقة وتحلية المياه بنسبة 18%. وست جهات رسمية في قطر يتشابك ويتعارض ربما عملها فيما يتعلق بالقطاع العقاري. كانت هذه أبرز عناوين حلقة عين على قطر. المشوار ابتدى، أهلا ومرحبا بكم. انخفض مؤشر مديري المشتريات القطري خلال يناير كانون الثاني الماضي إلى 48.7 نقطة مقارنة ب 49.4 نقطة في ديسمبر الذي سبقه، وتعود أسباب الانخفاض إلى تراجع مواعيد تسليم الموردين وهبوط الطلبات الجديدة مقابل تحسن القدرة الإنتاجية وارتفاع مستوى الإنتاج. انخفضت القاعدة النقدية في قطر بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 75 مليار و600 مليون ريال، بينما ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبق. وتأثر النمو السنوي للنقود الاحتياطية في قطر بتراجع ودائع البنوك لدى المركزي وفق آلية النقد QMR بنسبة 25% إلى نحو 14 مليار و400 مليون ريال، مقابل ارتفاع الاحتياط الإلزامي بنسبة 6.13% صعودا إلى 38 مليار ونصف مليار ريال. أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة أرض وقرض صناعي لتمكين المستثمرين عبر النافذة الواحدة من الحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة. ارتفعت خسائر شركة السلام العالمية القطرية العام الماضي بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 128 مليون ونصف مليون ريال، بضغط من تراجع إيرادات قطاع السلع الفاخرة وخسائر بعض الشركات التابعة العاملة في قطاع المقاولات وارتفاع تكلفة التمويل. وبنهاية العام الماضي وصلت الخسائر المتراكمة إلى نحو 550 مليون ريال، وبما يمثل 48% من رأس المال. شاء
شركة اتصالات قطر تنمو أرباحها في نهاية العام الماضي بنسبة 10% إلى 1,700,000,000 ريال قطري بدعم من انخفاض المصروفات، استقرار على مستوى الإيرادات نحو 30,000,000,000 ريال قطري وتغيير فيما يتعلق بمخصصات صرف العملات الأجنبية على أساس 40% انخفاض في صافي الأرباح ب 2.7%. مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم بواقع ربع ريال عن كل سهم بإجمالي 800,000,000 ريال قطري. تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالبيانات المالية شركة أريدو نتابعه مع الزميل الطيب عبد الماجد. إذا أريد 2019 زيادة في الأرباح على المستوى السنوي ولكن تراجعات على المستوى الربعي في الربع الرابع. نقف على المشهد العام ونرى كيف تحققت هذه الأرباح وسط إيرادات لم تتغير، يعني نسبة الإيرادات لم تتغير لكن تغيرت الأرباح. لكن دعونا نفصل بعض هذه النتائج فيما يتعلق بالمصاريف التي تستأثر فيها مصاريف الرواتب الموظفين بأكثر من 3 مليارات، ونرى أن هذه النسبة قد قلت قليلا وبالتالي هناك تراجعات في المصاريف ب 4.7%. كذلك الماركتينج والدعاية والإعلان أقل من 1,000,000,000 ريال أيضا، تراجع هذا البند وهذا الصرف وبالتالي ضغط على المصاريف إيجابا هذه المرة وتراجعت. الأرباح ارتفعت إلى 1,700,000,000 ريال. لماذا ارتفعت؟ لأن هناك بعض الإجراءات فيما يتعلق بالعملة وفرق العملة أريد موجودة في أكثر من 12 دولة من بينها إندونيسيا، فرق العملة خلق الفارق وبالتالي دعم هذه الأرباح ونموها بشكل مباشر. العائد على السهم 54 درهم بتغير إيجابي 10.2%. دعونا نتحدث عن بعض النتائج الأخرى فيما يتعلق بحقوق المساهمين. الموجودات في أريدو 88,000,000,000 ريال وهي خاضعة أيضا للأصول والعقارات إلى ما ذلك وفق المعيار المحاسبي الذي يحمل رقم 16. وحقوق المساهمين ارتفعت ب 4.2% إلى 23,100,000,000 ريال. القروض حدث فيها تراجع ب 16.5%، نتحدث عن 30,000,000,000 ريال و700,000,000. وعدد المشتركين وصل إلى 117,000,000 مشترك، تغير إيجابي ب 2% زيادة في عدد المشتركين. وبالتالي كانت هذه هي المشاهد العامة فيما يتعلق بأريد. وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع 25 درهم لكل سهم حوالي 25% من رأس المال، نتحدث عن 800,000,000 ريال. صادقت الجمعية العامة العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري على البيانات المالية المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر عن العام 2019. أرباح الشركة تراجعت 91% العام الماضي إلى 32,500,000,000 ريال قطري، وذلك بتأثير من تطبيق المعيار المحاسبي رقم 16 للتقارير المالية الذي أضاف أكثر من 320,000,000 للعام 2018. الشركة لم توصي بتوزيع أرباح، أرادت ترحيلها العام المقبل للاستفادة منها في المشاريع المستقبلية وخاصة فيما يتعلق يعني ربما مشروع المواقف في قطر. وكذلك أيضا تمت الموافقة على شراء أسهم خزينة الشركة. نبقى مع أهم ما قاله السيد راشد فهد النعيمي وهو رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري فيما خص هذه الجمعية ومشاريع الشركة المستقبلية. اليوم طبعا اختتمنا السنة المالية لسنة 2019، مثل ما رأيت أن الشركة حققت أرباح، قدمنا مشروع من أكبر المشاريع اللي كانت تعتبر هو مشروع سدرة اللي يعتبر عن 1,165 وحدة سكنية، سلمناها في شهر 4. هذا المشروع هو عبارة عن BOT لمدة تقريبا 21 سنة، كان تركيزنا على المشروع وتسليم المشروع. الشركة حققت أرباح ولكن ارتأت الشركة أن عدم توزيع أرباح لسبب أن عندنا مشاريع موجودة اللي هي والتركيز عليها يحتاج إلى موارد مالية، بالإضافة إلى أن قررنا على الاستحواذ على بعض أسهمنا من السوق بعد أخذ الموافقات المالية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة. فالهدف أن احنا الاحتفاظ بالسيولة في الشركة بسبب ان عندنا مشاريع في البايبلاين، والمشاريع هذه مهمة جدا لإنجازها. ولكن اعتقد ان احنا بنكون ان شاء الله سنة 2020 تكون عندنا هي سنة افضل من السنة 2019، واحنا مثل ما وعدنا اليوم المساهمين نتفائل بالخير في سنة 2020 وان شاء الله يكون العائد لهم المرجو على السهم ومن الشركة من عوائد يكون افضل بكثير من ما حققته الشركة في 2019.
الأرباح في العام 2019 تراجعت مقارنة بالعام 2018، هل السبب فقط لتطبيق المعيار رقم 16؟ بالطبع، طبعا ما تراجعت هي في جروث في الأرباح، ولكن بسبب تعيير المحاسبي اللي هو 16 كانت لها دور في احتساب الأرباح السابقة والأرباح الحالية، ولكن لم تتراجع الأرباح، بالعكس في جروث بالنسبة للأرباح مالتنا مقارنة بالسنة المالية السابقة والسنة المالية الحالية. بخصوص الاندماج مع شركة البندري، أين هي المحادثات اليوم وهل من توقيت معين؟ ما زلنا في الدراسات النهائية بالنسبة للتقييمات المالية والقانونية والفنية، الدراسات لم تكتمل علشان يتم الإفصاح عنها للمساهمين وسوق الأوراق المالية. نتمنى أن احنا ننجز الدراسة الاكتمال من الدراسات للعرض على مجلس الإدارة أولا وثم على الجمعية العمومية. نتوقع أن احنا خلال 3 شهور إلى 6 شهور القادمة أن تنتهي المحادثات بالنسبة للبندري. نتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله أنها يكون فيها إذا فيها خير الله يقدمه للجميع، وإن شاء الله نتمنى أن احنا نقدر نفصح بشيء بعد انتهاء الدراسات للسوق طبعا وللمساهمين. ماذا عن خطتكم للعام 2020 خاصة ونحن نعلم أن السوق العقاري تشبع نوعا ما، هل من تنويع لعقارتكم اليوم؟ استراتيجية الشركة لم تتغير، احنا ما زلنا عندنا مشاريع، شيء منها تحت الإنشاء وشيء ما زال في البايبلاين. أعتقد أن احنا حسب استراتيجيتنا اللي اتبعناها في الشركة نتوقع أن ما زال في طلب في السوق، السوق لم يتشبع، بالإضافة إلى قدوم كأس العالم في 2022، هذه من الأشياء اللي بتكون محفزة للسوق ومحفزة للقطاع العقاري، بالإضافة أن احنا نعتقد أن ما زال أن فيه طلب بالنسبة للسوق على بعض على بعض الأشياء اللي ممكن تكون مش اللي هي كوميرشال أكثر من أنها تكون سكنية، وراح نتحرك مع العرض والطلب حسب السوق، لن ندخل في أي مشاريع تكون فيها المخاطرة عالية جدا. شركة الكهرباء والماء القطرية تنخفض أرباحها بنهاية العام المالي 2019 بنسبة 8% إلى 1,400,000,000 ريال قطري. الضغط الرئيسي على تلك الأرباح هو تراجع الإيرادات بنحو 8.2% نتيجة انخفاض مبيعات الكهرباء والماء وارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة المصاريف الإدارية وكذلك أيضا العمومية. أرباح الشركة في الربع الأخير ارتفعت بنسبة 22% 464,000,000 ريال قطري. مجلس الإدارة كما كان العام الماضي أوصى بتوزيع أرباح بنسبة 77.5% من رأس المال وذلك بإجمالي 852,000,000 ريال قطري. بقونا معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من عين على قطر، فاصل إعلاني قصير نعود لمتابعة تفاصيلها، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB.
هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. هنا في الدوحة هذا الأسبوع أطلق منتدى الدول المصدرة للغاز استراتيجيته أو رؤيته حتى العام 2050، تضمنت مجموعة من المحاور والأفكار التي تقرأ سوق صناعة الغاز في العالم حتى ذلك التاريخ. توقع معدلات النمو في قطاع الغاز بنسبة 1.3% خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، وزيادة الطلب العالمي بنسبة 52% حتى العام 2050، بما يصل إلى 6 مليارات متر مكعب من الغاز بحلول العام 2050. منتدى الدول المصدرة للغاز يكشف من مقره في الدوحة عن رؤيته لآفاق سوق الغاز الطبيعي حتى العام 2050، رؤية تظهر أن النمو السنوي في قطاع الغاز سيبلغ 1.13% سنويا خلال 30 عاما المقبلة، وأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة 52% ليصل لحوالي 6 مليارات متر مكعب، مدفوعا بعوامل الاهتمام بالبيئة وخطط التحول من الفحم للغاز، بالإضافة للعوامل الاقتصادية والنمو السكاني. نتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بمعدل الضعف ليصل مستويات 1.6 مليار متر مكعب. إن الغاز الطبيعي المسال سيكون الوقود الأحفوري الوحيد الذي سيشهد نمواً خلال السنوات المقبلة، ليشكل حوالي 27% بحلول 2050 من حصة الطاقة عالمياً، في الوقت الذي تواصل فيه الطاقة المتجددة تعزيز محفظة الطاقة عالمياً. هذه الصناعة تواجه عدداً من التحديات، خاصة في مجال التحول في إمدادات الطاقة، وسيلعب الغاز الطبيعي دوراً مهماً في الطاقة. ويرى التقرير أن كلا من أمريكا وقطر وأستراليا وروسيا وموزمبيق ستقود النمو في القدرة التصديرية، مع وجود أكثر من 120 مليون طن سنويا، وارتفاع حصة صادرات الغاز الطبيعي المسال من 37.2% إلى 45.2% من إجمالي الصادرات بحلول العام 2030، وإلى 15% بحلول 2050، فيما ستبلغ الاستثمارات في قطاع الغاز حوالي 9.7 تريليون دولار في نفس الفترة. تصل حصة الغاز الطبيعي حاليا إلى نحو 22%، وبحلول العام 2050 سوف تبلغ هذه النسبة 27%. إننا نسير في دولة قطر لتنفيذ أعمال مشاريع زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027. ويشير التقرير أن الوقود الأحفوري سيبقى المهيمن على مزيج الطاقة العالمية بنسبة 71% في 2050، مقابل 81% في العام 2018، متوقعا أن تنمو مساهمة الدول الأعضاء في المنتدى في سوق الغاز العالمي بنسبة 50% إلى أكثر من 2.5 تريليون متر مكعب، وأن تتجاوز تجارة الغاز الطبيعي المسال إجمالي خطوط الأنابيب، وأن يسجل قطاع الغاز الطبيعي المسال نموا بنسبة 2.9% إلى 1077 مليار متر مكعب بحلول 2050، في حين أن تجارة خطوط الأنابيب سوف تنمو ببطء أكثر بمعدل عند 21% سنويا، لتصل إلى 1063 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها. القطاع العقاري في قطر دونه كثير من التحديات خلال هذه الفترة، مجلس الوزراء، تشكيل لجنة استراتيجية لتنمية القطاع العقاري في قطر، الأثر لتشكيل هذه اللجنة على القطاع هذا ما سوف أناقشه مع ضيفي لهذا الأسبوع مع السيد محمد الفرغلي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة هاوس هوب. أرحب بك محمد، بتقديرك هذا التشكيل الجديد فيما يتعلق بلجنة تطوير القطاع العقاري في قطر، كيف يمكن أن تؤتي أكلها وبالتالي تتجاوز
اللجان والإجراءات السابقة التي ربما لم يكن تأثيرها واضحا على القطاع؟ هذا توجه حميد، لأنه هذا يدل أنه من يدير الأمر يدرك أن هناك مشكلة في القطاع العقاري. هذه المشكلة في القطاع العقاري ملخصها أنه خلال السنوات الماضية كان القطاع العقاري مدفوع بقوة دفع ذاتي، عبارة عن توفر السيولة الموجودة في السوق وبدايات التنمية التي حدثت في دولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية إذا تكلمنا. لكن لم يواكب هذه الطفرة الموجودة تشريعات تحكم السوق وتنظم عمل السوق بشكل جيد وبشكل يعظم العوائد الناتجة من السوق ومن القطاع على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. الآن تشكيل اللجنة الجديدة إلى الآن لم يعلن التشكيل، طبعا بعض الخطوط العريضة لتشكيلها من الوزارات المعنية، وفي طبعا أكثر من جهة هي مسؤولة عن القطاع حاليا، وده يؤدي إلى نوع من أنواع التضارب بمعنى أدق. على سبيل المثال وزارة البلدية، هيئة السياحة، وزارة العدل بموجب التشريع الأخير، كلهم لهم ولاية على القطاع العقاري في التنظيم. وفي الاقتصاديات الحديثة دائما لجأت الدول إلى إنشاء هيئة أو كيان مستقل، هذه الهيئة هي اللي تحكم القطاع وتقدر تنظم آليات القطاع بشكل ما. عندك مشكلة كبيرة هنا أخ معمر في من يمارس مهنة الوساطة العقارية وكيف يمارسها، وبناء على أي تدريب تلقاه وبناء على أي ترخيص حصل عليه. عندك مشكلة في عدد الرخص الممنوحة ومناطق منح الرخص الممنوحة. عندك مشكلة كبيرة جدا، وأعتقد أن هي المشكلة الأساس في هذا الأمر، هي عدم القدرة على جذب مستثمرين أجانب في القطاع لإعادة عمل الدورة العقارية الموجودة في قطر. قطر محدودة بالنسبة لعدد السكان، فبالتالي الحل الوحيد لدفع وتنمية السوق العقاري هو جذب استثمارات جديدة سواء في مجال التطوير العقاري أو في المجالات المرتبطة فيه بمجال قطاع البناء والتشييد والمطورين. من تجارب سابقة محمد بنشوف أنه التدخل الحكومي فيما يتعلق بالقطاع العقاري يكون أثناء الأزمات حاليا في تخمة في المعروض، في تدحرج على مستوى الأسعار. بتقديرك يعني اللجنة ما الذي يمكن تفعله في ظل هذه الظروف الحالية؟ الأسعار متدنية لا قاع لها، وبالتالي المعروض كل ما له في الزيادة. أنا عندي توصيفي للسوق أنه ما زال السوق بكر، على الرغم من أن السوق لو حسبنا خلال 20 سنة الماضية مر بفترات صعود مع الطفرة إلى سنة 2008، ثم بدأ في فترات هبوط إلى 2012، ثم عاود الصعود مرة أخرى إلى 2015، وبدأ الآن في مرحلة هبوط. هذه الفترة لم يحكمها أي قوانين أو تشريعات منظمة للسوق العقاري. أنا في رأيي الشخصي لا أميل أبدا إلى التدخل الحكومي في القطاع وأن القطاع يصحح نفسه، لكن بشرط أن تكون القواعد موجودة من البداية، فبالتالي السوق يعمل على أسس واضحة. الآن في قطر السوق متروك لحالة من السيولة اللي موجودة فيها، فبالتالي التشريعات، اللوائح اللي موجودة، التقييمات العقارية اللي موجودة، ضوابط ممارسة مهنة العقار، القدرة على خلق قاعدة جديدة من المستثمرين الأجانب يستطيعوا ضخ وتشغيل القطاع مرة أخرى، هذه الأشياء غير موجودة بالكامل. لذلك أعتقد أنه التدخل الحكومي في هذه المرحلة هو سعي محمود لإعادة ضبط العقار ووضع آلية وهيئة منسقة للعقار، ثم ترك القطاع فيما بعد ليصحح نفسه. ليس بعيدا عن هذا التاريخ محمد، الحكومة تدخلت على مستوى تحفيز القطاع، جذب الرسامين الأجنبية باتجاه القطاع العقاري، منها قانون التملك العقاري للأجانب، حق الانتفاع، قانون الإقامة الدائمة. لكن ربما حتى الآن يعني ليس هناك من إجراءات عملية أو أرقام أو ربما تأثير مباشر فيما يتعلق بهذه الإجراءات على القطاع العقاري. الآن وفي ظل هذه اللجنة، ما الذي يمكن أن يتغير لإعادة تحفيز هذه القوانين والتشريعات لتكون في خدمة القطاع؟ أي مستثمر في أي دولة في العالم عقارية بينظر في المقام الأول إلى مجموعة من العناصر قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي سوق. أول العناصر هي الشفافية، القوانين واللوائح المنظمة لهذا السوق، الإعفاءات والامتيازات التي سيحصل عليها من خلال الاستثمار في هذا السوق، والفوركاستنج أو التنبؤ بوضع السوق في المستقبل. كل هذه الأشياء إذا اليوم حاولت أنا كمستثمر أجنبي أن أنا أحصل عليها في قطر، في جهد كبير جدا لازم أبذله عشان أحصل أرقام أقرب إلى الدقة. فبالتالي أنا أعتقد أنه أن أنت تنشئ كيان يقدر يعمل هذه الأشياء ويقدر ينتج هذه الأرقام للمستثمرين هيكون شيء جدا ممتاز. لكن إحنا, إحنا, إحنا المشكلة اللي تكمن عندنا في قطر هنا هي مشكلة سيولة عالية، في نفس الوقت لم يواكبها توسع أفقي في موضوع العقارات، وما طرح كان مخصص لشريحة فقط معينة وهي شريحة الإسكان الفاخر أو العقارات الفاخرة، وأغفل تماما الشرائح الأدنى منها.
اليوم عندنا مشكلة في ما يخص الدورة العقارية اللي موجودة، عندنا مشكلة في ما يخص انخفاض قيم الإيجارات. كل هذه الأشياء تخلي المستثمر الأجنبي يفكر أكثر من مرة قبل الدخول في هذا السوق. اللجنة المفروض المنوط بها أن هي تعمله تسن تشريعات وقوانين، تنظم هيئات، وأعتقد أنه الخيار الأفضل هو إنشاء هيئة مستقلة جامعة تقدر تكون هي المتحكمة في السوق، من سواء منح التراخيص العقارية، سواء تأهيل المطورين، سواء القدرة على تسويق صورة قطر. أشكرك محمد الفرغلي، وأنت الرئيس التنفيذي لشركة هاوس هوب، كنت معي في سي ام بي سي عربية في هذه القراءة والتحليل فيما يتعلق بالقطاع العقاري في قطر. شكرا لك مرة أخرى. وأنتم أعزائي المشاهدين، نشكر لكم حسن المتابعة لهذه الحلقة من عين على قطر. الموعد بكل تأكيد يتجدد معكم الأسبوع المقبل، فلذلك التاريخ تقبل تحياتي وتحيات مكتب سي ام بي سي عربية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية QNB.